دمي يا حنينه. كل حاجة بتتولد ليها أصل، صح؟ برنامج كل يوم أكلة لما طلع للنور كان ليه أم بنت ليه عيلة. هعتبر أنا الطفل الصغير اللي اتولد. البرنامج ده كان ليه أم احتضنته وبدأت تعرف الناس عليه، ده حصل، وعيلة كل يوم أكلة كبرت، بس كان ليها فضل كبير إنها العيلة دي تكبر، وكمان اتبنى بشخصية كمان أنا بعزها جدا. هو اتبنى بيكو كلكم، يعني عشان نبقى صراحة، بس اخترت النهاردة اتنين هما رمز لكل، طبعا ما يعوضوش عن أي حد مش موجود، بس هما رمز عن كل أم أنا عايزة أقول لها شكرا، شكرا من قلبي. اتفضلوا. مساء الفل. شفتوا المفاجأة الحلوة دي؟ مين دول؟ دايما بتسمعوا صوتهم صح؟ بس انتوا مش عارفينهم. أم إسلام حبيبتي والله منوراني وشرفاني. ميرسي حبيبتي. انت الأم، أنا الطفل الصغير، والبرنامج ده طفل صغير اتولد، بس انت الأم اللي احتضنتيه حقيقي وعملت والله. وعرفتي مدام سميرة عليه من أول مكالمات اللي كانت بتجيلي، ام اسلام ومدام سميره، وبداوا يعرفوا الناس على البرنامج. انا مش عارفه اشكركم ازاي حبيبتي. انت تستاهلي اكتر من كده بكتير والله حبيبتي. انا عارفه ان كلمه شكر مش هتوفيكم، اي كلمه شكر مش هتوفيكم. انتي جميله يا حبيبتي، واحنا مبسوطين طبعا ان احنا معاكم، ومش عارفه اقول لك ايه الحقيقه. انا الحقيقه بصراحه انا اللي عايزه اقول لك، عايزه اقول لك يعني ام عظيمه حقيقي، وست جميله، مدام سميره كانت مفيش حاجه بتعدها لنا، اي مناسبه كانت اول واحده لازم تتصل وتعيد علينا، وبدات بقى تعرف الناس. ام جميله حقيقي، ولادها ونيكول عرفتنا على ليلى كلها. نيكول دي بنت بنت نيلين. من كندا. ان شاء الله حالهم في شهر 8 كمان. ده بس كلمينا من هناك، ماليش دعوه. اكيد. مدام سميره. نعم حبيبتي. انا عايزه كلمه لكل ام بتتفرج علينا دلوقتي، نصيحه، كل ام صغيره، نصيحه منك. ام جميله زيك، ام انا شايفه ان كل امهات مثاليات حقيقي، انا شايفه كل امهات مثاليات، كلهم بيضحوا عشان خاطر ولادهم. عايزه كلمه بسيطه لكل ام النهارده. بصي يا حبيبتي، انا عايزه اقول لكل ام، وخصوصا امهات الشهداء طبعا، بقول لهم كل سنه وهم طيبين. الام لسه اللي هي في البدايه او أيوة. لسه ام، لازم تخلي بالها طويل شويه، تستحمل يعني. طبعا الطفل بتبقى غصب عنك ان انت مشدوده تعبانه في البيت بتاع، فلازم تستحمل شويه. احنا فعلا بنتسم بضيق الخلق وعدم طولة البال، ده حقيقي. بالظبط، ده حقيقي. فلازم الام تستحمل. امال الام ازاي؟ ده حقيقي. يعني حضرتك بتنصحينا نطول بالنا؟ اكيد، ده مفتاح، يعني زي ما بيقولوا التربيه، يعني التربيه أكيد. الحلوه. انا عايزه اقول لك كمان، التربيه بتاعت زمان مش زي دلوقتي. دلوقتي صعب ان يعني الام طبعا بتشتغل، و ده حقيقي. احنا ما كناش بنشتغل، انا ما كنتش بشتغل، انا كنت في البيت، و يعني بحاول ان انا افهم. انا عندي نيفين طبعا. نيفين صديقتي الجميله، بحبها قوي. هي بتحبك جدا كمان، برضو عرفتها من عن طريق البرنامج يا جماعه. ايوه، بس فبتحاول هي كمان يعني تاخد نفس النمط اللي انا يعني ما كنت بعمله. اكفي القدره على فمها تقل، تطلع البنت لامها. بالظبط. نورتيني. ميرسي يا حبيبي بجد. الله يخليك. كل سنه وانت جميله. ميرسي يا حبيبي. ميرسي. بقى انا عايزه اقول للشيف عظيم حبيبتي، احلى مكالمه بجد. يعني عايزه اقول لها بجد كل سنة وهي طيبه، وعايزه اقول لها شرف لينا النهارده ان احنا نسمع صوتك، واقول لك كل سنه وانت طيبه، ويا رب كده دايما معانا،
ومشرفونا في كل مكان حقيقي. ربنا يخليكي لينا يا هي رب. هي عظيمه، انا قلت لها انت هي فعلا اسمها على مسمى عظيمه وهي عظيمه. مش كل الناس عندها التصالح الرهيب ده، مش هي كل الناس جميلة. قلوبها بيضه وجميله زيك. هي جميله من جوه ومن بره بجد والله. اتبسطت اتبسطت مكالمتها جدا. لا حقيقي ام اسلام حبيبتي نو، يعني انت عارفه مدى غلاوتك ومعزتك عندي، وانت كمان والله حقيقي. انا دايما بقول لك انت والشيف عظيمه بجد، يعني اقول لك ايه، البنتين بناتي. انت متعوده يعني ان انت تحتضني كده كل اللي حواليك، ده اللي لقيته فيكي. اه فعلا، ومش كل حد. انت زي ما تقولي كده، من كتر ما قلبك حلو بتقعي على الناس اللي قلوبهم شحلك. فعلا انت قلبك بجد لا جميل. لا انت قلبك حلو وشيف عظيمه قلبها جميل، مش قادره اقول لك قد ايه لما تتعاملي معاها كده. لا لا ده هي كفايه مكالمتها بالدنيا، لا تتعاملي يعني معاها حاجه تانية يعني خالص. الواحد يعاشر ناس كتير صدقيني، لكن عظيمه في مكالمه حسستني ان انا اعرفها من سنين، وعايزه اكيد اصادق الشخصيه دي. ان شاء الله ان شاء الله يعني نجتمع كلنا كده بامر الله. وعايزه اقول لاخوها برضو كل سنه وحضرتك طيب، وزوجتك كل سنه وهي طيبه. عايزه اقول لخالتي كل سنه وهي طيبه. طيب لا لا احنا مش هنعيط، احنا مش هنعيط. طيب وكلمه بقى للامهات، ده مسميره مسميره هي اللي تقول. مش جايين نعيط، لا بقول لك احنا جايين نفرفش، جايين نفرفش. انت قلتي لي ان والدتك كانت ام مثاليه في خمسة. أيوة. اخدتي ايه منها؟ كل الصفات الحلوه كلها. خلاص بقى احنا جايين نفرفش. ماشي صح؟ صح، احنا عايزين نبص هنا. وانت بدماغك نازله كده جميله حبيبتي. لا لا احنا جايين نقول لك شكرا على قلبك، شكرا على العيله اللي بنيتيها، شكرا على احتوائك. انت تستاهلي كل خير والله. احنا معانا تليفون حلو قوي، قولي الو. الو 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 الو. ايوه ايه حبيبتي عامله ايه؟ مالي حبيبتي والله ربنا يبارك لك يا حبيبتي. معانا على التليفون مي خطيبه اسلام، ابن طبعا ام اسلام. ازيك دي بنتي، يعني اقول لك ايه، هم واخدينهم بدرجات. عندي دعاء برضو بنتي، بنت خالتي مي مايا، بنت اخويا بجد شفا عظيمه طبعا، دي يعني بنتي وأنا. في الاول وحضرتك برضو. مي بقى وميار اختها مش قادره اقول لك بجد ربنا يبارك لهم قد ايه. طيبون للطيبات بجد. اه طبعا طيبة. وانت طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه يا رب دايما في وسطنا، وبجد بجد بجد احسن امي في الدنيا. ميرسي يا حبيبتي، يا بختك بيها يا مي، حطيها في عينيكي. في عينيا والله. يا بختك بيها، الست دي لو زعلتيها انا هزعل. لا هي مي ما تعرفش تزعل حد والله، صاحبتي قبل ما تكون مامتي. بالظبط، لو كل واحده فعلا بصت لحماتها ان هي مامتها، وطبعا العمر ما المحبه او اختلافنا يقلل من محبتنا. انا عادي بنختلف، هو احنا مش امهاتنا بنختلف اكيد طبعا، عادي ان انت، بس عمر ده ما يقلل من محبتنا لبعض. لا وبرده يعني برده غلاوتها عندي حاجه ثانيه، هي صاحبتي اصلا، لما في حاجه حاسه انا بصيت فيها لوحدها. يا حبيبتي ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ويبارك في ماما وبابا الله يرحمه اللي ربوكي التربيه الحلوه قوي دي. نورتينا يا مي، ربنا يخليكي. وعايزه اقول لحضرتك كل سنه طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه ديان وطنط سميره. حاضر يا هاتي، وصلت سلام. ميرسي على المكالمه يا مي. قولي لي بقى. نعم يا حبيبتي، انا عايزه اقول لماما كمان كل سنه وانت طيبه. طبعا هي طيبه طبعا، والحبايب كلهم بيت العيله زي ما احنا سميناهم طبعا. عرفتوا بعض ازاي؟ برضو عن طريق برنامج ام اسلام. عايزه اقول لك فظيعه هي يا جماعه، تحتوي تدي حب حب. بصوا كده يعني عرفتوا بقى لكم كام سنه؟ انا اصلا من 6 سنين اكتر. اه من 6 سنين اكتر، من 6 سنين اصدقاء ام اسلام. اه ومدام سرايا وكمان لما بتنزل من سرايا بتيجي هنا بحييها طبعا وببعت لها السلام. اه ام جوزيف كمان. اه ام جوزيف في كمان دارس. ايمان ايمان سعوديه. اه عايزه حاجه خليكم انتوا بس هنا، بصوا هنا عايزوا هنا. طبعا هو دي حاجه بسيطه قوي قوي، يعني احنا دورنا على حاجه نقدمها بجد ليكوا، تكون حاجه يعني معنويا. انتوا قدمتوا لنا كتير معنويا،
سندتونا بجد في البرنامج ده كتير، عملتوا مننا عيله فعلا. انت تستاهلي اكتر من كده. تستاهلي كل خير. مدام سميره مش عارفه ليه طنط سميره، مش عارفه ليه مش عارفه ليه بقى مدام سميره اروح قايله لها طنط سميره. حبيبتي والله انت تستاهلي كل خير والله، ربنا يبارك لك. احنا انا عارفه ان انا كان نفسي كل الامهات اللي اعرفهم في حياتي يكونوا معايا النهارده، بس ده طبعا كان صعب جدا. فاحنا اخترنا رمز واحلى رمز نيابه عن كل امهات كلهم اكله، ام اسلام ومدام سميره. ميرسي يا حبيبتي، ومش عايزه حد يزعل مننا. ليه ليه؟ ان احنا ما قلناش اساميهم. لا لا احنا عارفين الكاميرا ليها رهبه. ايوه بالظبط. حبوا نسمع اغنيه ايه؟ ست الحبايب. بتزعلوا ام اسلام الحقيقة. لا لا عادي والله، لا بدهم يحبوها فيها. في محمد فوزي كمان اغنيه محمد فوزي بتبقى حلوه جدا. انا النهارده الحلقه دي بالنسبه لي حلقه من احلى حلقات حياتي حقيقي. ان انا يكون معايا النهارده ست عظيمه زي ست ام اسلام، وست جميله وعظيمه كمان وطلعت اجيال. الناس دول مثاليين بتربيتهم لولادهم، بأخلاقهم، بحبهم، بحياتهم. الأمهات المثالية كتير، وكلكم أمهات مثالية. سلامي لكل أم النهاردة بقول لها أنت عظيمة، أنت تستاهلي فرحة الدنيا كلها. وفعلا فعلا زي ما قال كل الأديان، الجنة تحت أقدام الأمهات. اكرموا أباك وأمك حتى يطول أيام حياتك على الأرض. صدقوني مفيش أعظم من رضا الاب والام علينا. كل سنه وكلنا طيبين. انتي طيبه يا حبيبتي. انتي طيبه يا حبيبتي. اشوفكم بكره ان شاء الله على خير. هتوحشوني. باي باي.